السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل للبيولوجي. اعزائي طلبه الصف الثاني الثانوي الترم الاول، بعد ما تعذبتوا معايا في السيلولار ريسبيريشن هنريح شويه بقى بالريسبيريشن او ريسبيراتوري سيستم ان انيمالز اند ان بلانت. زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان في فرق بين الجاز اكستشينج اللي بيعمله الريسبيراتوري سيستم او بالسمبل ديفيوجن في السمبل ليفنج اورجانيزم، يعني في فرق بين الجاز اكستشينج والسيلولار ريسبيريشن. وبدانا بالجزء الصعب والجزء المهم والجزء اللي يعتبر تبع البيولوجي، يعني او بما انكم ناس بروفيشنال انف فخدنا السيلولار ريسبيريشن. هنتكلم النهارده على الجزء البسيط في الموضوع، الجزء اللي يمكن يعني مش هنقول فيه حاجه جديده اكتر من اللي انتم عارفينها، اللي هو الريسبيراتوري سيستم بقى اللي مسؤول عن الجاز اكستشينج. اوكي يا شباب، فالليسون ده بعنوان الريسبيريشن ان انيمالز او هيومن ان ريسبيريشن ان هيومن اند ان بلانت. اوكي يا شباب، طيب نتكلم على الريسبيراتوري سيستم. فيرست ريسبيريشن ان مان، كلنا طبعا عارفين الاستراكشر اوف ريسبيراتوري سيستم. اولا احنا عارفين ان الهيومن بودي كونتينر سيستم اللي هو الريسبيراتوري سيستم ذات اكستراكت اوكسجين فروم ذا اتموسفيريك اير اند ريليس كربون دايوكسيد طبعا، وبعد ما ياخد الاكسجين ترانسفير ات، ترانسفير الاكسجين يعني تو ذا بلاد اللي هو ترانسبورتنج سيستم ويتش ديليفر ات تو اول بودي سيلز تو دو اتس بايولوجيكال فانكشن باي سيلولار ريسبيريشن. السيستم ده اسمه ايه؟ السيستم ده اسمه ريسبيراتوري سيستم. اوكي يا شباب، عارفين ان الريسبيراتوري سيستم بيبدا من النوز وفي اديشنال اوبننج او اديشنال انتري للاير هو الماوس. المفروض ان احنا ريسبيريت فروم نوز، النوز هو اللي تبع الريسبيراتوري سيستم، الماوس ده تبع الدايجستيف سيستم، بس ربنا يعني وهبنا طريق اخر ندخل منه الاير في حالات الطوارئ. عندي النوز اتسدت لاي سبب من الاسباب، عندي دور برد، عندي التهاب في النيزل ساينس اللي هي الجيوب الانفيه، ففي عندي مشكله في النوز، يبقى في طريق تاني يخش منه الايه، صح كده؟ تمام. عندي الفارنكس، بعد كده النوز والماوس هينتهوا في الفارنكس اللي هو كومن كافيتي بتقول انت جيستيف سيستم وريسبيراتوري سيستم. بعد كده نخش على التراكيه، والتراكيه دي هيبقى فيه على الطب بتاعتها اللارنكس طبعا. التراكيه قبل ما تخش اللنج هتتقسم لتو برونكاي، كل برونكاس هتخش في لنج فيهم. التو برونكاي دول او كل برونكاس فيهم هتقعد برانش للسمولر اند سمولر برونكيولز لغايه ما تنتهي في الاخر بالالفيولاي ويتش از ذا بيلدينج يونت اوف لنج. تمام كده، كل دي بقى اللنج الالفيولاي والبرونكيولز والكلام ده كله جوه اللنج. والشيست كافيتي ده كله طبعا بروتكتد بالريبس، بس ده الكلام ده فور بروتكشن ملوش دعوه بالريسبيراتوري سيستم. انما في ماسل بتلعب دور مهم جدا تبع الريسبيراتوري سيستم اللي هي الديافراج، دي اللي هي ماسل سيبريت الابدومينال كافيتي يعني الشيست كافيتي، وهي اللي بتلعب المين رول ان ريسبيريشن. صح، اللنج نفسها شباب ما بتقدرش تعمل اكسبانشن وريلاكسيشن او ما بتقدرش تنفخ بالهواء يعني زي البالونه كده، البالونه اول ما هتدور لوحديها عمرها ما هتملي لوحديها، لازم انت اللي تنفخ فيها. نفس الكلام اللنج دي عمرها ما هتملي لوحديها، لازم الدايفراج موفز داونورد فيكبر الشيست كافيتي فتلاقي الاير دخل في اللنج، وبعدين موفز ابورد فيصغر الشيست كافيتي فيحصل سكويزنج كده لللنج وتطلع الاير ده في صوره اكسهيلد اير. تمام يا شباب، جوه الالفيولاي برضو هناخد يعني احنا عارفين الكلام ده مسبقا ان الالفيولاي دي فيها اللي هيحصل فيها جاز اكستشينج، هي دي الاكتوال سيرفيس فور جاز اكستشينج. يعني الالفيولاي دي هيبقى فيها الاير ريتش ان اكسجين وحواليها بيلف حواليها الفاين بلاد كابيلاري نتورك وفاين بلاد كابيلاري. البلاد اللي موجود جوه البلاد كابيلاري يسيب الكربون دايوكسيد عشان يروح للالفيولاي وياخد الاكسجين من الالفيولاي، كده حصل جاز اكستشينج، وبعد كده يرجع الهارت تاني في صوره اكسجينيتد بلاد تو بي ديستريبيوتد تو اول بودي سيلز. اوكي، الكلام ده كله تقريبا معظمنا عارفه من السنوات السابقه. تمام يا شباب، طيب نتكلم عن respiratory system in man. It consists of many organs زي ما احنا عارفين. Where each organ, each one يعني of them is suited to perform its function. كل organ طبعا ربنا خلقه في الجسم سواء في respiratory system او غيره suited to perform its function، صح، مناسب للfunction بتاعته. نتكلم على الانتري اوف اير اللي هيخش عن طريق النوز وممكن يخش عن طريق ماوس، بس طبعا ذا اير انتر ذا بودي ثرو ذا نوز اور ماوس، بات ات از بريفيربل طبعا ان احنا نعمل ريسبيريشن فروم نوز فروم ذا هايجينيك بوينت اوف فيو، لازم نعمل ريسبيريشن من النوز. اوكي، طب ليه بقى نعمل ريسبيريشن من النوز؟ اولا النوز دي از ورم باسج فيها مينيم فاين بلاد كابيلاريز نيوميرس بلاد كابيلاريز ذات وورم اير بيفور انترينج لانج. احنا عارفين يا شباب ان التمبريتشر بتاعت اور بادي النورمال بادي تمبريتشر هي 37 ديجري سيليزيوس، فتخيل احنا قاعدين والروم تمبريتشر كده، مش هقول لك احنا في حته ساقعه يعني، خلينا في حته عاديه والروم تمبريتشر 25 مثلا، ده النورمال روم تمبريتشر. تمام، طيب ده 25 دي بالنسبه ل 37 اللي ضرب التمبريتشر بتاعت البادي بتاعتي تعتبر كولد، صح كده؟ ما قلتش بقى احنا في ساقعه ودرجه الحراره 10 و5 وحاجات كده. تمام، طب لو دخلت 25 ده دايركت كده بالساقعه
بتاعته دي بالنسبه ل 37 هتعمل لي انفلاميشن في البرونكاي وبرونكايتس يعني ومشاكل اخرى انا في غنى عنها. فربنا خلاني وانا بتنفس الاير كده هو داخل من النوز يبقى فيه بلاد كابيلاري، نعمل وورمنج للاير شويه، يعني نخليه لك بدل ما 25 كده ديجري سيليز نخليه لك 30. طب 32 يعني يا ريت، صح كده تمام. حاجه ثانيه، ايت مويست الاير، هي نفسها فيها ميوكس، النوز فيها ميوكس مش احنا بننزله كده لما نيجي ننظف مناخيرنا، يعني بننزل الميوكس ده، يبقى هي سيكريت ميوكس. الميوكس ده ليه فايدتين، اولا يعمل مويستنج للاير، وانا عايز مويستنج للاير ده عشان عايز الكربون دايوكسيد والاكسجين يدوبوا في الووتر فيبر والووتر كونتنت كده عشان يقدر يحصل جاز اكستشينج. امال هم هيمشوا جازز في البلد، هي الاكسجين والكربون دايوكسيد بيمشوا جازز في البلد، كان زمانهم قفلوا اي بلد فيسل وحصل ديس في ساعتها، هم بيمشوا ديزولفد ان بلد، ولازم لما يجوا يتبدلوا ما بين البلد والالفيولاي يبقوا هم دايبين جوه الالفيولاي فين؟ في ووتر، وان شاء الله يكون ووتر فيبر، هم فعلا بيبقوا دايبين في ووتر فيبر. اوكي يا شباب تمام. يبقى اول النوز كمان مويست دي سببين بقى، هي عشان هي سيكريت ميوكس لسببين، اولا تو مويست الاير، ثانيا تو ميوكس بقى كده بيعمل فلتر، ها تو تراب اي دست، اي شويه دست داخلين مع الهواء وما اكثره طبعا تمام، ترابد في الميوكس ده، اي ميكروب داخل ترابد في الميوكس ده. تاني حاجه هي مش فيها هير، النوز بتاعتنا فيها هير، طب ما الهير دي اكتا السيف مع الميوكس، سيف يعني ايه؟ فلتر يعني، صح، مصفى يعني، ها زي السيف تيوب كده تمام. يبقى تالت حاجه النوز عامله ايه؟ النوز اكت اس فلتر او سيرفا اس فلتر، بتشتغل كفلتر بيكوز ات كونتين ميوكس وكونتين هير ذات تراب تستاط كده اي دست داخله اي ميكروب داخل، صح كده. يبقى ات بريفيربل يا شباب ان احنا نتنفس منين؟ من النوز. طيب نتكلم بعد كده عن الفرنكس، والحقيقه يعني السطر ده لا يفي بحق الفرنكس يعني، ها ده يعني ده اختراع ما بين جانكشن كده ما بين الريسبيراتوري سيستم والدايجستيف سيستم. Okay. يبقى الفارنكس اير باسز ثرو ايت، ثرو الفارنكس يعني، اند ات از كونسيدرد ا كومن باس واي فور بوث الاير في الريسبيراتوري سيستم والفود في الدايجستيف سيستم. اللارنكس ده يا شباب الفويس بوكس ده الفويس بوكس اللي موجود فوق التراكيه، والاير داخل على التراكيه غصب عنه بيعدي على اللارنكس، فهو بيعدي على اللارنكس يحرك الفوكال الكورد اللي فيهم فيطلع ايه؟ الفويس اللي احنا عارفينه، واللسان بقى بتاعنا هو اللي يخلي الفويس ده understandable word. يعني اللارنكس مجرد بتطلع صوت مش مفهوم زي ده اللارنكس طلعته، الستانج بقى ياخد الساوند اللي طلعته اللارنكس ده ويحوله لك الى ايه؟ الى understandable word. كل ده طبعا under supervision of central nervous system، صح كده تمام. يبقى اللارنكس ذا اير انتر ذا تراكيه ثرو اللارنكس ثرو ايت اند ات از نون اس فويس بوكس. اوكي يا شباب، التراكيه دي بقى اللي هيمشي فيها الاير لغايه ما يخش لللانج. مبدئيا التراكيه دي لازم تكون سبورتد، ما ينفعش تكون تيوب عاديه، لازم تيوب كده سبورتد فيها كارتليجنس رينج عشان ما تتقفلش بسهوله. لو هي ما فيهاش كارتليجنس رينج وتيوب عاديه كده زي الاسوفيجاس كده، ممكن وانا نايم كده المخده تيجي على النك بتاعتي تروح قافله التراكيه. واحد صاحبي بيغلس عليا او بيهزر معايا وراح قارس شويه كده على رقبتي قفل التراكيه، بلبس جرافطه وواحد كده جاي يغلس عليا وقفلها زياده شويه موتني. لا طبعا الموضوع ربنا حياه البني ادم ده وحياه الليفنج اورجانيزم ربنا حاميها، ها فربنا عامل التراكيه الوب بتاعتها السبورتد باي incomplete cartilaginous ring. يعني هو بيقول 3 over 4 cartilaginous ring، يعني 3 ارباع cartilaginous ring، يعني مش مدور كامل يعني، ها 3 ارباعها متغطي بcartilaginous ring، في الربع الاخير اللي ورا ده ربنا سايبه من غير cartilaginous ring عشان تقدر تقول يبات فيه كده الاسوفجاس، عشان الاسوفجاس ماشي من ورا الايه؟ التراكيه. طب كام؟ يبقى الوول بتاع التراكيه كونتين اسيريز اللي هي 3 اوفر 4، يعني سيريز سلسله من ال 3 اوفر 4 cartilaginous ring. ليه 2 بي او ال 2 كيب to keep it permanently open، التراكيه دي لازم على طول مفتوح for continuous respiration، صح كده. طيب الانر سيرفيس بتاع التراكيه فيه سيليا، والسيليا دي بتتحرك دايما upward، اهو بيت upward. ليه؟ to filter اي حاجه غريبه غير الاير تحاول تخش التراكيه، السيليا دي بتطردها بره التراكيه على طول، ما ينفعش تروح لللانج. يبقى السيليا دي بيتس upward ليه؟ to filter the air passed through it by moving the small foreign bodies up to a up يعني to mean to the pharynx. ولما تروح للفارنكس الفورين بودي دي قدامها حاجتين، يا اما تخرج بره الجسم خالص تكح كحه جامده شويه كده فتروح طاردها بره الجسم خالص، او لما توصل للفارنكس ساعتك ممكن تعمل لها سوالوينج تبلعها وتنزلها في الدايجستيف سيستم، والدايجستيف سيستم قادر ان هو بالدايجستيف انزيم اللي عنده كفايه بس انها تقعد في الهيدروكلوريك اسيد شويه كده بتاع الاستومك هتتدمر تماما اي فورين بودي، صح يا شباب؟ اوكي. طيب
التراكيه تيجي بقى في الاخر وهي داخله اللانج كده تتقسم لتو برونكس، صح كده؟ تو برونكاي يعني بالواحده برونكس، يبقى تو برونكاي. تتقسم برونكس رايت برونكس داخله للرايت لانج، وليفت برونكس، صح كده؟ والبرونكس تتقسم وتقعد تتقسم لها لبرونكيولز اصغر، تتقسم لايه؟ تتقسم لبرونكيولز. والبرونكيولز دي تنتهي بايه؟ تنتهي بالاير ساكس اللي اسمها الفيولاي، اللي هي بقى تعتبر الالفيولاي دي البيلدنج يونت اوف لانج، ودي اللي هيحصل فيها فعلا ايه؟ الجاز اكستشينج، صح؟ يبقى اللانج دي عباره عن ايه؟ عباره عن سبونج تيشو مليان بالمليونز اوف الفيولاي، اهو كل لانج فيها حوالي 600 مليون الفيولاي، صح كده؟ اضرب في 2 بقى عشان انت عندك 2 لانج، اوكي؟ تمام. يبقى اللانج اتش لانج كونسيست اوف جروب اوف الفيولاي، وجواها طبعا او يعني الالفيولاي دي متصله ببرونكيولز كونكتد معاها كده، وحوالين الالفيولاي في ايه؟ حوالين الالفيولاي في بلاد كابيلاريز عشان هتعمل الجاز اكستشينج. هي اللانج عباره عن كده، شويه الفيولاي كونكتد مع برونكيولز، وحوالين الالفيولاي دي في نتورك اوف بلاد كابيلاري. طب الفانكشن سيوتابيلتي اوف الفيولاي، الالفيولاي دي اللي هتعمل جاز اكستشينج، صح؟ اولا لازم يكونوا عددهم كتير، من عايز جاز اكستشينج كتير، يبقى زير نمبر زير زي ار لارج ان نمبر ذات مي ريتش اباوت 600 مليون الفيولاي لكل لانج، ليه؟ تو انكريز السيرفيس اريا فور جاز اكستشينج، صح كده؟ طب ادام هيحصل جاز اكستشينج يبقى الوول بتاعي والوول بتاع الالفيولاي يعني والوول كمان بتاع البلاد كابيلاري اللي حواليا لازم يكون سين وول، وخدنا السنه اللي فاتت ان هم معمولين من حاجه اسمها سمبل سكويمس ابيسيليم، يعني وان لاير اوف فلات سيل، صح كده؟ وان لاير اوف فلات سيل، مفيش ارفع من كده، تمام؟ يبقى ايه؟ زير وول، الوول بتاع الالفيولاي الفيولاي مالو are considered the actual respiratory surface because they are thin which increases the speed of gas exchange، صح كده؟ و surrounded externally by large number of blood capillaries اللي برضو ليهم سن ممبرين او سن مول، صح؟ سن ممبرين يعني، اوكي؟ اللي هو simple squamous epithelium برضو whose blood receive oxygen from the alveolar air، تمام؟ and from the bronchioles that are connected to them. حاجة كمان مش عارف ليه حاسس ان يعني من كتر ما زمايلكم تواصلوا معي يعني حاسس ان هم كانوا فاهمين الحته دي غلط. هو يا جماعه الجاز الاكسجين والكربون دايكسيد هيمشي في البلد بتاعنا اس جاز ولا ديزولفد جاز في البلد؟ اه صحيح الاكسجين والكربون دايكسيد هيمسكوا في الهيموجلوبين بتاع الريد بلاد سيل، ولكن انا بسال سؤال، هم جازس ان ديفاين شيب ولا ان ديفاين فول ولا ديزولفد؟ لا طبعا هم ديزولفد، اوكي؟ اه صحيح انت خدت الاير ودخلته جوه الالفيولاي لغايه دلوقتي هو جاز، بس الاكسجين الكربون دايكسيد عشان يحصل لهم اكستشينج مع البلاد لازم يدوبوا في شويه ميه عشان يبقوا ديزولفد، صح كده؟ فالالفيولايز لازم تكون مويستد ويكون فيها شويه ووتر، ان شاء الله يكون ووتر فيبر علشان تسمح بان الاكسجين والكربون دايكسيد ديزولفد فيها ويحصل بينهم اكستشينج بسهوله، تمام يا شباب؟ يبقى الاكسجين والكربون دايكسيد دول مش ماشيين في البلاد ده اسجاز، ده انا افكركم ان لو واحد بياخد حقنه انترافينس الدكتور او الممرض او الممرضه اللي بتدي له الحقنه بتقعد قبل ما تديها له في الوريد كده تقعد تضرب على الحقنه كده عشان تفضي اي جاز بابل او اي اير بابل موجوده في السرنجه او في الميديكيشن ده قبل ما تديها له، والا انت بتعرضه لكارثه، كارثه ان شويه اير كده صغيره اديتهم له في الحقنه ممكن يقفلوا له اي بلاد فيسل صغير في البرين ولا في الارت في الهارت ولا في الكدني، تدخلك في كارثه كبيره احنا في غنى عنها، اوكي؟ سهل كده؟ تمام. يبقى كمان من السيوتابيلتي بتاعت الالفيولاي ان هم الالفيولاي زي ار يعني الالفيولاي مويستد باي ووتر فيبر، لازم تكون مويستد which is necessary for dissolving مين؟ dissolving gases يعني for completing the exchange of gases process between the alveolar air and the surrounding blood capillaries، صح كده؟ او surrounding blood in blood capillaries، صح كده؟ طيب الرول اوف ريسبيراتوري سيستم ان اكسكريشن، الاكسكريشن ده ان شاء الله احنا هناخده في اول او هناخده في الترم الجاي يعني في الترم الثاني في ثانيه ثانوي، بس لغايه ما ناخده بقى احنا عارفين ان اللنج بتخلص البادي من ايه؟ من الكربون دايكسيد which is toxic material لو فضل في الجسم، وكمان مع الكربون دايكسيد بتخرج ايه؟ بتخرج ووتر فيبر، وكميه الووتر فيبر اللي بتحصل لها جيتنج ريد او اللي انت بتخلص منها عن طريق الريسبيراتوري سيستم تمثل تقريبا 20% من كميه الووتر اللي انت بتفقدها يوميا، اوكي؟ يعني العلماء قالوا بص الرقم ده ماوس بس يتحرك، ايوه بصوا الرقم ده الرقم 2500 كيوبيك سنتيمتر، ده الرقم اللي هو اللي احنا المفروض كليفنج اورجانيزم كهيومن بودي تفقده من الميه يوميا، منهم حوالي 500 كيوبيك سنتيمتر بيفقدوا عن طريق مين؟ عن طريق الريسبيراتوري سيستم، اوكي؟ ان ذا فورم اوف ووتر فيبر طبعا. الباقي بقى يتفضل 2 لتر، صح كده؟ 2 لتر دول حسب بقى كميه العرق، هم معظمهم ما يخرج في اليورين، يعني نقول مثلا هيخرج كمان مثلا 200 ملي لتر عرق، يبقى هيخرج 1800 ملي لتر ايه؟ او ملي لتر هي كيوبيك سنتيمتر
لتر عشان باب الفيزياء. اوكي الاثنين لتر اللي فاضلين دول لو خرجت منهم 200 ملي لتر مثلا عرق هيخرج منك 1800 ملي لتر يورين، وهكذا. كتر يورين او قلل عرق هيكتر يورين، كتر عرق هيقل يورين، صح كده. طب 500 كيوبيك سنتيمتر لوست من بالريسبيراتوري سيستم، الووتر يعني لوست منها نص لتر بالريسبيراتوري سيستم في اليوم، ده مش قليل، ده كتير، تمام. يبقى الريسبيراتوري سيستم اوف مان اكسكريت ايه؟ اكسكريت كربون دايكسايد ويتش از توكسيك بالنسبه لي طبعا، لازم نشيله. از ويل از هاز ان امبورتنت رول ان اكسكريشن اوف سام ووتر ويذ ذا اكسهيلد اير ان ذا فورم اوف ووتر بيبر. هو المان يوجوالي الانسان عاده لوز ديلي اباوت 500 كيوبيك سنتيمتر من الووتر ثرو ذا تو لانج، وهو المفروض يخرج كام او الطبيعي بيخرج كام اوت اوف 2500 كيوبيك سنتيمتر اوف ووتر ذات هات لوز ديلي، يعني حوالي 20%، وده رقم مش قليل، صح كده. This loss occur as a result of evaporation of water that moistens the alveoli. الووتر لازم يحصل لها evaporation عشان moist الالفيولاي دي to allow gas exchange اهو، and is necessary for dissolving carbon dioxide and oxygen to complete the gaseous exchange between the alveoli and the blood found in the blood capillaries surrounding the alveoli. سهل يا شباب؟ اوكي. طب تيست يور سيلف كده، سؤال بسيط لغايه ما خلصت. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ احنا عارفين ان انت اكبر من كده، فاحنا انتوا خليكم في السيل ريسبيريشن، احنا مكروتين الحته دي زي ما انتوا شايفين. اوكي تمام، لان انتوا اكبر من كده فعلا، الكلام ده بتاع المراحل اللي قبل كده. اوكي يا شباب، تيست يور سيلف ذا اوبوزيت فيجر الستريت ذا باس اوف بلاد اراوند الالفيولاي. طب الالفيولاي اهي داخل منها الاير وخارج اهو، الالفيولاي داخل منها بلاد كده او كده، هنشوف. المهم في حاجه داخله اهي، فيبقى كده هنا البلد ده كان فيه كربون دايكسايد، ساب البلد وراح للالفيولاي وخرج، والدي ده دخل ايه؟ ده دخل الاكسجين، فاكيد اتجاه الدم كده ماشي في البلد كابيلاري ده من ايه الى بي، داخل من ايه وخارج من بي، وده اللي هيطلبه منك اهو. Determine the path of the blood by arrow. رسم لي arrow كده in A and B ماشي on this figure، يعني دخلنا من A ثم سيبنا في C كده ده الكربون دايكسايد وخدنا الاكسجين وخرجنا من B، السهم هيبقى من A ل B. طيب what happened at the at both of C and D؟ خلاص احنا لسه قايلينها، C ساب الكربون دايكسايد، ساب البلد، ساب الهيموجلوبين، كان كاربو امينو هيموجلوبين، ساب الكربون دايكسايد الهيموجلوبين وبقى الهيموجلوبين كده فري، جه هنا الاكسجين مسك في الهيموجلوبين اتكون اوكسي هيموجلوبين وخرجنا من هنا اوكسي هيموجلوبين. اوكي طيب compare between the two blood cell E and F، ما لسه قايلين واحده فيهم فيها كاربو امينو هيموجلوبين والثانيه فيهم فيها اوكسي هيموجلوبين. اوكي خلصنا الريسبيراتوري سيستم ان هيومن، اسف، خلصنا الريسبيراتوري سيستم ان هيومن، وواضح ان احنا كان قصدنا في سيلولر او في الليسون شابتر 3 بتاع الريسبيريشن، واضح ان انا كان قصدي ان احنا هناخد السيلولر ريسبيريشن، احنا بس بنكمل كده عشان ما ينفعش ما نكونش خدنا الريسبيراتوري سيستم. طب ما نشوف الريسبيريشن ان بلانت، وهنا بتقع غلطه رهيبه، كل الناس بتفتكر ويمكن بعضكم يعني انا هقول المعلومه اللي المفروض تبقى صح وكلكم تبقوا عارفينها. الناس كلها عارفه ان الجرين بلانت بيعمل فوتوسينثيس بروسيس وبياخد الكربون دايكسايد وبيطلع اكسجين، ونقول الحمد لله نسبه الاكسجين في الاتموسفير ما بتقلش نظرا لوجود الجرين بلانت. كل الكلام اللي قلته ده صح وعلى عيني وراسي، بس البلانت بيعمل البروسيس دي كلها تو ميك اتس اون فود، تمام. هذا لا يمنع ان البلانت بيعمل بروسيس ثانيه اسمها سيلولار ريسبيريشن عشان ياخد الفود اللي هو عمله ده ويدخل بيه سيلولار ريسبيريشن تو اكستراكت الانرجي اللي ستورد في الجلوكوز مولكيول، وزيه زيك بالظبط عايز ايروبيك سيلولار ريسبيريشن عشان يطلع 38 اي تي بي، ولو مفيش ايروبيك سيلولار ريسبيريشن هيعمل انيروبيك ريسبيريشن، لو مفيش اكسجين يعني هيعمل انيروبيك ريسبيريشن، ونوع طبعا هنا ايه الكهوليك فيرمنتيشن، صح كده، ويطلع كميه انرجي قليله اللي هم 2 اي تي بي بس زيه زيك. فكده البلانت الجرين بلانتس يعني عنده تو بروسيس عكس بعض، الفوتوسينثيس بروسيس اللي هتحصل في الجرين بلاستيدز عكسها السيلولار ريسبيريشن اللي هيحصل فين؟ في الميتوكوندريا. فالاثنين بروسيس بيحصلوا في البلانت، يعني البلانت زيه زيك عايز اكسجين وبيطلع كربون دايكسايد عشان يعمل سيلولار ريسبيريشن، صح كده تمام. ولكن هنشوف دلوقتي البلانت عنده ميزه ان تو بروسيس بيعكسوا بعض او يعني ريفيرس تو اتش اذر، فبالتالي النيد بتاع البلانت للاكسجين والكربون دايكسايد قليل
قليل. ليه؟ لان هو بيطلع من هنا الويست ماتيريال اللي تعتبر طالعه من الريسبيريشن، بيعتبرها رو ماتيريال لمين؟ للفوتوسينثيسيس بروسيس. هنشوفها بالرسمه دلوقتي هتركز في دماغك اكتر. والويست ماتيريال اللي طالعه من الفوتوسينثيسيس بروسيس هنستخدمها كرو ماتيريال فين؟ في السيلولار ريسبيريشن. فالبلانت بيطلع ويست برودكت منه نفسه بيعملها ريسايكلينج. اوكي، فعشان كده الريسبيريشن ان بلانت مش كونتينوس زينا احنا كده كليفنج اورجانيزم. ما اقدرش اقعد 5 دقايق من غير ما اعمل ريسبيريشن. كبرنا كده واحنا بنلعب في الميه واحنا في البسين ولا في البحر، اقول لك اكتب نفسك كده وتعال نغطس تحت الميه ونشوف مين فينا هيطلع الاول، صح كده؟ اضعف واحد فينا هيقعد ايه دقيقتين ثلاثه تحت الميه اخرك من غير ريسبيريشن، هم الدقيقتين ثلاثه. انما البلانت ممكن يقعد فتره لو عنده بيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، يقدر ياخد الويست برودكت بتاع الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي هي الاكسجين والجلوكوز، بيعمل بيها سيلولار ريسبيريشن ومش محتاج الاكسجين بتاع الاتموسفير خالص. اوكي، هنشوف دلوقتي. تمام يا شباب، المهم اللي عايز اوضحه واكد عليه ان الناس زي ما عارفه الفوتوسينثيسيس بروسيس لازم تعرف ان البلانت كمان بيعمل سيلولار ريسبيريشن زيه زيك. تمام، يبقى الريسبيريشن بروسيس ان بلانت از ذا بروسيس زيك بالظبط. هتلاقي الحته دي كلها كلام قديم اهي، از ذا بروسيس ان ويتش ذا بلانت اوبتين كيميكال انرجي ذات ستورد ان اورجانيك فود مولكيولز سبيشالي طبعا الجلوكوز، زيك بالظبط اهو ماشي. ثرو ا تشين اوف رياكشن which include the breaking down of bonds in the carbon atom of glucose molecule especially طبعا glucose molecule to carry out its vital activity ويخزن الانرجي دي in the form of adenosine triphosphate أو ATP عشان يعمل الاكتيفيتي بتاعته. وبرضه زيه زيك عنده two types of respiration، عند aerobic cellular respiration ودي هتحصل في وجود الاكسجين، والجلوكوز مولكيول هنا اوكسيدايز وهيطلع لي 38 مولكيول اوف اي تي بي. وزيك برضه لو ما فيش اكسجين هيعمل anaerobic respiration وهيطلع الانرجي المينيمم انرجي اللي هم 2 اي تي بي علشان بس السيل تفضل ايه كيب الايف، صح كده؟ طب الريسبيريشن ان موست بلان، طيب انا عايز بالريسبيريشن هنا ان اللي هو جاز اكستشينج يعني. طب انت كهيومن بينج وهاير انيمال ربنا مديك سيستم اسمه الريسبيراتوري سيستم عشان يعمل جاز اكستشينج، البلانت بقى ما عندوش ريسبيراتوري سيستم. طب عايزين نعمل جاز اكستشينج، عايزين بقى ناخد شويه اكسجين كده ونطلع شويه كربون دايكسايد عشان نعمل سيلولار ريسبيريشن، صح كده؟ طيب الموضوع اسهل بكتير بقى في البلانت. ليه؟ في كذا واي ياخد بيها الاكسجين ويطلع بيها الكربون دايكسايد. مبدئيا البلانت اللي جنب الاتموسفيريك بريشر او اللي جنب السويل وفي شويه اكسجين دايبين في السويل، المهم يعني اللي جنب الاتموسفيريك، انا قلت اتموسفيريك بريشر انا اسف، انا قصدي الاتموسفير الانفايرمنت يعني. اوكي، السيل في البلانت اللي جنب الانفايرمنت بتعمل ديفيوجن على طول، مش في بره اكسجين كتير وانا ما عنديش اكسجين، طب ما نعمل ديفيوجن، اخد من الهاي كونسنتريشن ميديوم لللو كونسنتريشن ميديوم، صح؟ يبقى ان موست بلانت ايتش ليفنج سيل ان دايركت كونتاكت ويز اكسترنال انفايرمنت مالها بقى؟ Therefore, the gas exchange process is easy to occur where the oxygen gas diffuses from outside the cell to inside the cell. مش احنا عارفين الديفيوجن، المولكيول بيتنقل من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، بالظبط كده. هو الكربون دايكسايد جاز برضه diffuses to outside the cell، صح؟ الاكسجين بره كتير وانا عندي قليل يخش بالديفيوجن، كربون دايكسايد عندنا بقى كسل كتير وبره قليل يخرج بالديفيوجن، صح؟ طيب الفاسكولار بلانت بقى هنعمل ايه؟ طب انا كده لو سيلز سمبل بلانت وعندي شويه سيلز كده مع الانفايرمنت، طب ديفيوجن. طب الهاير بلانت بقى اللي عندهم تيشو ديب وتيشو سوبرفيشال هننقل لهم الجاز اكستشينج دي ازاي؟ هناخد ازاي اكسجين ونطلع كربون دايكسايد؟ ففي كذا واي واشهرهم واسهلهم اللي احنا عارفينها طبعا عن طريق الاستوماتا، صح كده؟ طيب يبقى في الفاسكولار بلانت هيحصل ايه؟ الجاز الاكسجين جاز وزيه تقريبا الكربون دايكسايد، بس احنا هنتكلم على الاكسجين وبعدين الكربون دايكسايد. الاكسجين جاز يخش ازاي الاول؟ الاكسجين جاز ريتش ذا سيل ثرو فيريس بس واي، ده ما عندوش طريق واحد، انا كهيومن ما عنديش غير طريق واحد اعمل ريسبيريشن بالريسبيراتوري سيستم، ما فيش طرق ثانيه. بص البلانت عنده كام طريقه؟ اولا الطريقه الرئيسيه ان يكون يحصل جاز اكستشينج عن طريق الاستوماتا اللي احنا عارفين انها موجوده في الليف بكثره وبالذات في اللور سيرفيس اوف ليف، صح كده؟ ساعات بتبقى موجوده في الهربيشيا سيستم زي ما هنشوف دلوقتي، صح كده؟ انما طبعا بالنسبه للاستوماتا اكتر عدد من الاستوماتا موجود فين؟ موجود في الليف، سبيشالي في اللور سيرفيس اوف ليف. طيب الاستوماتا دي عندها تو جارد سيل كده، هوريها لكم كمان شويه في الصفحه الجايه، عندها تو جارد سيل زي ما خدنا قبل كده، التو جارد سيل دول ممكن يخلوا الاستوماتا اوبن تدخل الاير او تعمل جاز اكستشينج، وممكن تبقى كلوزد لو انا مش عايز اعمل جاز اكستشينج، صح كده؟ يبقى اول طريق كده نخش ندخل منه الاكسجين ذا استوماتا اوف ليف، هو
الاير او وين زي اوبن، لما بتفتح الاير بيدخل في الاير تشامبر بتاعها، وبعدين يحصل للاير ديفيوجن بقى. الاير انا بتكلم على الاكسجين طبعا، اوكي تمام. ايه اللي يحصل؟ ديفيوجن بقى من الاير تشامبر للانتر سيلولار سبيس، وبعدين من الانتر سيلولار سبيس للسل، للسل اللي جنبيها، كله من الديفيوجن بقى، صح كده. وشويه من الجازز دي الاكسجين يعني يروح يدوب فين اهو، ذا جازز ديزولفد او ديفيوز ثرو ذا سيل ميمبرين، وشويه منهم ديزولفد ان ذا ووتر اوف ذا سيل. طب شويه ديزولفد ان ووتر، ممكن يروحوا للفلويم ويمشوا مع الباسج بتاعت الفلويم. اه في اورجانيك فود سبستانس ماشيه في الفلويم ومعاها ووتر، ما نمشي معاها، ممكن يمشوا في الزايلم، ما هو الزايلم بين الووتر، اوكي تمام كده. انا مديت الاكسجين اللي ديزولفد في الووتر للفلويم، فبقى اهو سم اوف اكسجين ديزولفد ان ووتر از كارد باي ذا فلويم بس واي سو ات ريتش التيشو اللي بتاعت الاستيم وبتاعت الروت اللي مش اللي بعيد عن الاستوماتا. طيب الروت، الروت اللي بيعمل ابزوربشن للفود سوري ابزوربشن للووتر وال مينرال. طب ما هي الووتر اللي في السويل دي اكيد دايب فيها شويه اكسجين، ما تاخد الاكسجين وانت بتعمل ابزوربشن للووتر، صح كده. يبقى الروت، الروت هير كده، الاكسجين انتر ذا بلانت ثرو ذا ديزولفينج ان ووتر. الاكسجين انتر البلانت ثرو ديزولفينج ان ووتر، يعني الاكسجين بيدوب في الووتر تمام كده اوف ذا سويل، وبعدين الروت تمتص الووتر وهو كمان معاها الاكسجين، ذات از ابزوربد باي ذا روت هير اور امبيبد، جاي من امبيبيشن يعني امبيبد باي روت اوف او الروت سيل وول، صح كده. طيب اخر واحده، واخر واحده دي انا حسيت ان انتوا يعني زمايلكم بيغلطوا فيها كتير، فعشان عشان ما حدش يغلط انا جايب لكم صور ليها هتشوفوها في السلايد الجاي. طيب ممكن نلاقي الاستوماتا يا شباب، مش هي طبعا المكان الرئيسي للاستوماتا في الليفز تمام كده، في الجرين ليفز وبالذات في اللور سيرفيس اوف ليف، اوكي. طيب ممكن نلاقي الاستوماتا موجوده في اي هربيشيا سيستم. عارفين يعني ايه هربيشيا سيستم؟ هربيشيا سيستم ده زي الملوخيه، زي زي الجرجير، زي الكلوفر البرسيم، زي البارسلي، العود الاخضر اللي احنا بناكله، اكيد كلكم اكلتوا جرجير وفاهمين الهربيشيا سيستم اللي انا قصدي عليه ده، وهوريه لكم في صوره دلوقتي. الهربيشيا سيستم ده ممكن يكون فيه استوماتا، وادام فيه استوماتا طب ما نساعد في الجاز اكس تشينج، صح كده. يبقى اقروا الحته الرقم 4 دي، ذا استوماتا اوف جرين بلانت ستيم. الجرين بلانت اللي عنده هربيشيا سيستم بيبقى عنده شويه استوماتا في الستيم ده، فيعمل جاز اكس تشينج، ما عندناش مشكله. طيب ايه تاني؟ طب انا بقى لو مش هربيشيا سيستم وانا وودي ستيم، وهوريك وودي ستيم ده وهتشوف اللينتكل عامله ازاي. لو انا وودي ستيم بيبقى عندي حاجه اسمها لينتكل وحاجه اسمها كراك تمام كده، ان ذا بارك اوف وودي ستيم، في الجزء بتاع الوودي ستيم. طب ما نعمل جاز اكس تشينج عن طريق الكراك واللينتكلز دي. تعالوا اوريكم الكلام ده برسم عشان تفهموها، اهي زي اكت از انترانس اوف اير. بصوا يا شباب الرسمه دي، ده هربيشيا سيستم، العود الاخضر ده اللي ممكن يعني زي ما قلت لكم في الجرجير والملوخيه انتوا شفتوه اكيد. الهربيشيا سيستم ده، الجرين هربيشيا سيستم ده بنلاقي فيه ساعات استوماتا، دي الاستوماتا الكلوزد ودي الاستوماتا الاوبن تمام. الاستوماتا دي مكانها الطبيعي انها تبقى في الليل، بس انا لو عندي هربيشيا سيستم بقى فيه شويه استوماتا، طب ما نعمل جاز اكس تشينج عن طريق الاستوماتا دي عادي. بصوا بقى الودي ستيم ده، الودي ستيم الخشبه، الشجره الكبيره، الخشبه الشجره العملاقه، الخشب ده وودي. ها روح كده الخشبه اللي في الشارع الضخمه دي وزق فيها كده وحاول توقعها مش هتقع، دي وودي، دي خشب، دي قويه. ها تمام. بصوا بقى اللينتكل، تلاقي جاي سمول اوبننج كده طبيعيه، هي سمول اوبننج كده، طب ما ندخل الاير منها، ندخل الاكسجين ونخرج الكربون دي اكسيد منها. الكراك دي بقى حاجه زي ما تقول شق كده، ها قد يكون طبيعي وقد يكون كان ووند وهيلد مثلا زي ما انت بتتجرح كده وهيلينج. المهم الشق اللي انتوا شايفينه ده اسمه كراك، مختلف عن اللينتكل خالص اهو، صح كده تمام. طيب ما انا لو ودي ستيم وعندي كراك، طب ما انا اعمل منه جاز اكس تشينج. طب انا برضو لو ودي ستيم وعندي لينتكل، طب ما اعمل منه جاز اكس تشينج. بس بيجي سؤال، عشان كده انا حسيت ان انتم مش عارفين الفرق، بيقول لك تشوز مثلا الهربيشيا سيستم يعمل جاز اكس تشينج عن طريق، اختار بقى الاستوماتا بتاعت الليف، موافق الروت، موافق، انا بتكلم على الهربيشيا سيستم ده، ها موافق بالروت. طبعا طريق الفلويم برضو موافق عن طريق الفلويم، عن طريق اللينتكل. اقول لك سوري، ما تختارش اللينتكل، اللينتكل غلط، اللينتكل مش موجوده في الهربيشيا سيستم، اللينتكل موجوده في الايه، في الودي ستيم. ولا قال لك لينتكل، لو قال لك كراك برضو غلط، اللينتكل والكراك دي مش موجوده غير فين؟ غير في الودي ستيم. ها اوكي، ده لو حصل فيه كراك هيموت، الكراك يعني شق كده زي ما انتم شايفينه، لو الشق ده موجود هنا هيموت. اوكي سهل يا شباب. اوكي طب انت خدت اكسجين عايزين نطلع كربون دايكسايد، نفس الفكره تقريبا. ما هو انت ما انت دخلت اكسجين عن طريق الاستوماتا، طب ما تخرج عن طريق كربون دايكسايد، ما تخرج عن طريقها برضو كربون دايكسايد، صح؟
تمام، هي سهله. ما انت رحت بالاكسجين في الفلويم، طب ما ترجع بالكربون دايكسيد في الفلويم برضو عادي، صح كده؟ الميثود اوف كربون دايكسيد جاز اكسبيلنج اوت كده، اللي هو جاي من الفوتوسينثيس بروس، او جاي من السيلولار ريسبيريشن، انا اسف. تمام، عشان هنشوف دلوقتي البلانت ما بيفرطش فيه، هنشوف البلانت عايزه الكربون دايكسيد ده عشان يعمل فوتوسينثيس، فهو ما بيفرطش فيه بسهوله. اوكي طيب، باي دايركت ديفيوجن، عايز اخلص من الكربون دايكسيد ده اللي طالع من السيلولار ريسبيريشن، اعمل له دايركت ديفيوجن. تمام كده، لو انت سيمبل سيلولار بلانت كده او بريماتيف بلانت يعني، ماشي. اوف ذا جاز فروم ذا ليف سيل تو ذا اكسترنال انفايرمنت اند ذيس اوكير ان ذا سيلز ويتش ار اون ذا سيرفيس. طب لو انت بعيد ما توديه للفلويم ولا للستيم، ونوديه للاستوماتا ونفقده عن طريق الاستوماتا. تمام حلو اهو، فور ديب سيتد سيلز، في السيلز اللي بعيده، كربون دايكسيد جاز باس ثرو زايلم او فلويم، وننقل الزايلم والفلويم ده للحته اللي احنا هنخص منها للليف وللاستوماتا، صح؟ زين تو ذا استوماتا اند تو ذا اكسترنال انفايرمنت. اوكي طيب، في علاقه بقى اللي كل الناس يعني ايه، يعني هي فاهمه نصها الفوتوسينثيس، مش فاهمين الريسبيريشن في الجرين بلاند. في علاقه بقى، علاقة رهيبة، علاقة ممتازة، علاقة وعكسها كده في الجرين بلانت. الجرين بلانت عنده تو بروسيس ريفيرس اتش اذر بيحصلوا جوه الليف مثلا. اوكي، الليف عندها جرين بلاست، صح كده، في البلانت سيل عندها جرين بلاست بتعمل فوتوسينثيس بروسيس، وعندها ميتوكوندريا بتعمل سيلولار ريسبيريشن. اللي بيحصل في الفوتوسينثيس بروسيس في الجرين بلاستيد از ريفيرسد باي اللي بيحصل في الميتوكوندريا في السيلولار ريسبيريشن، صح؟ الويست برودكت اللي بتطلع من هنا بتعتبر رو ماتيريال للبروسيس دي، والويست برودكت اللي بتطلع من البروسيس دي تعتبر رو ماتيريال للفوتوسينثيس بروسيس. عشان كده البلانت ما بتمثلوش مشكله كبيره قوي ان انا اخد اكسجين واطلع كربون دايكسيد، ما احنا هناخد مننا فينا. بصوا كده الرسمه دي، بصوا ادي بلانت سيل، وليكن دي جرين ليف، عندها تو اورجانيلا، هم الجرين بلاستيد وميتوكوندريا. نبدا بالجرين بلاستيد اللي احنا كلنا عارفينها. الجرين بلاستيد عايزه كربون دايكسيد ووتر فيبر في وجود الصن لايت عشان تعمل جلوكوز واكسجين، صح كده؟ ماشي، عملت جلوكوز واكسجين، ثانيه واحده ما تطلعيش الاكسجين ده بره، انا عايزه كسل، ها، قبل ما تطلعيه لبقيه الليفنج اورجانيزم بره، الميتوكوندريا تاخد اللي عايزاه. مش الميتوكوندريا انت لسه عارفينها في السيلولار ريسبيريشن، عايزه جلوكوز واكسجين، طب ما هم موجودين اهم، تروح اخدهم من حته بره ليه؟ صح، عارفين المثل البلدي يا شباب، اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، صح؟ يعني انا دلوقتي عندي جلوكوز واكسجين، اروح اديهم لاي حد وارجع ادور عليهم بعد كده؟ قبل ما تروحي اي حته، انا كميتوكوندريا كده اروح واخد شويه جلوكوز اللي انا عايزاه وشويه اكسجين اللي انا عايزاه، واعمل سيلولار ريسبيريشن، اطلع لك 38 اي تي بي وويست برودكت مش عايزاهم كربون دايكسيد ووتر فيبر. الجرين بلاستيك تقول لها استني، الووتر فيبر والكربون دايكسيد دول انا عايزاهم، ما توديهمش بره، اللي يحرم على البيت او اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، ها، ناخده احنا كمان الكربون دايكسيد والووتر فيبر، ندخلهم باللايت، نعمل فوتوسينثيس بروسيس ونطلع الجلوكوز والاكسجين، والرحله البيشيا سيركل دي، الدايره المفرغه دي، تفضل موجوده على طول. عظمه ربنا في الجرين بلانت، ما حدش عارف بقى اللي احنا بنقوله ده. كل الناس عارفه ان الجرين بلانت بيعمل فوتوسينثيس، ما بينسوش بينسوا ان هو بيعمل سيلولار ريسبيريشن زيه زيه. اوكي، شايفين يا جماعه الويست برودكتس بتاعت بروسيس بتنفع كرو ماتيريال في بروسيس ثانيه، اللي هي نفسها بتطلع ويست برودكت تعتبر رو ماتيريال للايه، للبروسيس الاولانيه بقى، صح كده؟ يبقى زي ما انت قلتوا كده، اللي بيحصل في الجرين بلاستيد بيتعاكس ريفيرس اهو، بص كده، وات هابن ان ذا كلوروبلاست اللي هي جرين بلاستيد از ريفيرسد ان ميتوكوندريا، بيرجع يتقلب في الميتوكوندريا. ولو انتوا فاكرين وانا بشرح لكم الاوتوتروفيك نيوتريشن قلت لها الكلام اللي انا بقوله في الفوتوسينثيس بروسيس دلوقتي، هرجع اعكسه لكم في الريسبيريشن، فاكرين؟ فانا بعكسه لكم في سيل الريسبيريشن. اوكي تمام، هوير البلاستيد بتاعت الجرين بلانت بتعمل فوتوسينثيس بروسيس، والفوتوسينثيس بروسيس كلكم عارفين بتطلع جلوكوز واكسجين، طب ما الجلوكوز والاكسجين دول عايزاهم الميتوكوندريا عشان تعمل سيلولار ريسبيريشن، فالجلوكوز والاكسجين ماشي جاز موفد تو ميتوكوندريا قبل ما نطلع الاكسجين لبقيه الليفنج اورجانيزم، ما نشوف انا عايز ايه، ها، انا كسل عايزه ايه الاول، ابعد شويه للميتوكوندريا كده عشان تاخد الانرجي اللي ستورد في الجلوكوز مولكيول عن طريق السيلولار ريسبيريشن، والسيلولار ريسبيريشن زيه زيك يطلع
كربون دايكسايد جاز ووتر فيبر ومش عايزهم. اه بس الجرين بلاستيك تقول لها استني بس انا عايزاهم عشان اعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. صح كده تمام. دي اكتيفيتي بسيطه بتاعت يعني رابعه ابتدائي كده، عايزين نتاكد بيها ان البلانت بيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. فكل اللي هعمله هجيب لك بوت البلانت كده، انت زرعه في بوتس كده وحطه على اي بليت كده وغطيه في كفر ببلاستيك جار او جلاس جار، هو غابها ايه جار بقى، قالش بلاستيك ولا جلاس، ببيل جار. المهم البيل جار ده ما هيخش بقى هيعدي منه الصن لايت، لا غطيه بقى بحاجه سودة كده اهو، هو كفرد ويز بلاك بيس كده. ليه غطيه ببلاك بيس؟ عشان تمنع ان الصن لايت تخش للجرين بلانت، عشان تمنع البلانت ده يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. وبالتالي البلانت ده بما انه بيعمل ريسبيريشن هيقعد ياخد الاكسجين اللي موجود جوه البيل جار ده ويطلع كربون دايكسايد. باي تايم كميه الكربون دايكسايد اللي هتتحبس في البيل جار ده هتبقى كتيره. حط بيكر كده فيه ليم ووتر تمام كده، بعد شويه وقت هتلاقي الليم ووتر ده البيكر ده اللي ماله الليم ووتر اللي جواه بقت ايه، بقت تربت. تربت ليه؟ عشان البلانت ده عمال يعمل فوتو، عمال يعمل ريسبيريشن وما بيعملش فوتوسينثيسيس بروسيس، فعمال ياخد اكسجين ويطلع كربون دايكسايد، ياخد اكسجين ويطلع كربون دايكسايد. فكميه الكربون دايكسايد هنا ايه زادت. لما تزيد كميه الكربون دايكسايد يحول الكلير ليم ووتر لتربت تيمو ليم ووتر. صح؟ طب عارفين الكلام ده طبعا من الكيمياء من ابتدائي كمان مش من الكيمياء بس. اوكي تمام. طيب عشان تتاكد ان الكلام ده صح، هات جار تاني ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي بلانت يعني، وسيب الليم ووتر كده هتلاقي الليم ووتر كلير. طب حط برضو انديكيتور بالنسبه لك كده، ليم كوبايه كده فيها ليم ووتر في الاتموسفير هتلاقيها برضو كلير. كلير ليه؟ ما الاتموسفير فيه ليم ووتر اه، بس فيه ليميتد كوانتيتي. كلكم عارفين ان الكربون دايكسيد لا نسبته في الاتموسفير لا تتعدى 0.03% ها. طبعا 0.03% ده رقم قليل جدا، مش هيقدر يخلي الليم ووتر اللي موجوده بره دي كلير. انما هنا الكربون دايكسيد كونسنتريشن انت عمال تزوده صح كده، هيجي في وقت من الاوقات هيبقى كتير ويغير هيغير الكليريتي او الكلاريتي بتاعت مين، بتاعت الليم ووتر. تمام يا شباب. اوكي طيب ده الاكسبلانيشن والكونكلوجن بتاعي ان الجرين بلانت فعلا بيعمل بروسيس اسمها ريسبيريشن، بياخد فيها الاكسجين ويطلع فيها الكربون دايكسايد. وزي ما انتم شفتوا لما كميه الكربون دايكسايد زادت غيرت الايه الليم ووتر من كلير الى تربت. احنا كده خلصنا يا شباب، نشوف السؤال البسيط الاخير ده واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اتفضلوا يا شباب نشوف السؤال الاخير ده. The opposite graph illustrates the concentration of carbon dioxide gas that resulted from agricultural crop تمام كده within 24 hours. Explain. طب هنشوف بس الاول يعني ده بيقول لك كميه الكربون دايكسايد اللي طالعه في خلال 24 ساعه من agricultural crop محصول زراعي كده. طيب بيقول لك عند اول ساعه، واحنا واضح ان احنا بادئين من بالليل عشان الساعه 10 12 2 هي 2 4 6 8 لغايه ال 24 ساعه. طب بادئين كميه كربون دايكسايد من هنا على الساعه 3 4 الصبح، بقينا ماكسيمم كميه كربون دايكسايد من الساعه 5 6 الصبح كده عمالين نقل اهو تمام. الساعه 8 بقى للساعه 2 3 الظهر كده مفيش بقى كربون دايكسيد بيطلع منه قليل جدا، ابتدى يزيد بعد كده على بالليل بقى ابتدى يزيد. طب ايه الاكسبلانيشن بتاعنا؟ الاكسبلانيشن بتاعنا ان احنا بالليل كده مفيش صن لايت، فانا ما بعملش كجرين بلانت ما بعملش كربون دايكسيد ما بعملش سوري فوتوسينثيسيس بروسيس. صح؟ فوتوسينثيسيس بروسيس عايزه لايت ومفيش لايت، فعمال اطلع كربون دايكسيد وعمال يطلع كربون دايكسيد لغايه ما كتر اهو تمام. على الساعه 6 7 الصبح بقى ولا 8 الصبح كده طيب على الساعة 8 الصبح كده ولا حاجة أو بدا من الفجر ابتدى الصنلايت تطلع. صح؟ فابتدى الصنلايت تطلع يبقى البلانت ده ابتدى يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. فالكربون دايكسايد برو جاز اللي عمال يطلع منه في السيلولار ريسبيريشن عمال ياخده مرة تانية عشان يعمل بيه ايه؟ يعمل بيه فوتوسينثيسيس بروسيس. صح؟ الكربون دايكسايد اللي طالع من السيلولار ريسبيريشن عمال ياخده الجرين بلانت مرة تانية بالجرين بلاستيد عشان يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. صح يا شباب؟ اوكي. فبالتالي كميه الكربون دايكسايد اللي بتطلع من البلانت بتقل، ما هو البلانت الويست برودكت كمان بيطلعه ورجع ياخده تاني. صح؟ طول ما الشمس موجوده هي من الساعه 8 الصبح للساعه لغايه بي بقى دي هو قالها بي تطلع الساعه 2 الظهر ولا حاجه في عز الشمس كده، انا مش هطلع لك كربون دايكسايد، الكربون دايكسايد اللي هيطلع هرجع استخدمه تاني في الفوتوسينثيسيس بروسيس. طب المغرب ليل بقى والشمس كسرت على عصاري كده لغايه بالليل، خلاص الشمس مشيت فانا مش هعمل فوتوسينثيسيس بروسيس بس هستمر اعمل ريسبيريشن عادي، فهاخد اكسجين واطلع كربون دايكسايد. فمن بي لسي اهو شايف انت كميه الكربون دايكسايد عماله تزيد ازاي. صح يا شباب؟ انا اسف يا شباب شكلي خدت يعني دور برد معلش. اوكي كده كده يا شباب الحمد لله خلصنا الترم على خير.
يعني انا بذلت قصارى جهدي والله يا شباب عشان اوصل لكم معلومات بابسط طريقه. فاضل لنا نحل اسئله على شابتر 3، وبعد كده في 10 امتحانات في المعاصر انا هجمعهم لكم ان شاء الله في كذا شيت كده ونحلهم مع بعض. يهمني ان احنا طريقه حلنا في الاسئله تعتمد على تشغيل مخنا. قد يبدو السؤال سهل ولكنه خبيث، قد يبدو السؤال صعب ولكنه هايف جدا. للاسف احنا كبشر بيبقى عندنا حاجه اسمها امبريشن، يعني انا شفت السؤال مكتوب في صفحه كده بس السؤال ده صعب، اوكي؟ في حين ان لما بيكون مكتوب في صفحه ساعات بيبقى حله، يعني انا بقعد ابذل مجهود في قرايه السؤال انما حله اهيف من الهيام، اوكي؟ ساعات بقى بيكون سؤال قد كده في سطر واحد والاربع اختيارات اربع كلمات فقط لا غير، وبيبقى صعب جدا وعايز تفكير، اوكي؟ نشغل مخنا يا شباب. احنا عايزين جيل يعتمد على تشغيل مخه ويعتمد على خلاص. اصل انت دلوقتي مش مطالب ان انت تحفظ، ليه؟ ما انت معاك الموبايل في ايدك، مش هقول لك لاب، مش هقول لك اي ديفايس تاني، انت معاك الموبايل في ايدك، دوس الزرار جوجل يطلع لك كل الحاجه اللي انت عايزها في ثانيه. احفظ ليه انا بقى حاجات اللي زمان كنا احنا مجبرين نحفظها؟ اوكي، طبعا مش معنى كده مفيش حاجه، في حاجات مش هنحفظها، لا، في حاجات هتتحفظ، انما الصم بتاع زمان ده ما بقاش موجود، بالذات في ادبي. مواد ادبي كان معروف كده التاريخ والجغرافيا، دول ندخل كده نصم الحته، عشان كده الناس اللي ما بتمشيش في علمي كانت بتمشي في ادبي. ليه هو عايز كتاب كده يحفظه ويصم ويدخل كده؟ دلوقتي حتى الكلام ده في ادبي اتغير، اوكي؟ يعني ادبي نفسهم سؤال التاريخ وسؤال الجغرافيا ما بقاش يجي كده، فعلمي بقى هيجي ازاي؟ طبعا لازم اشغل مخك، يعني بالذات الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي، طبعا ما يقلش عنهم. في الفيزيكس والكيمستري هتلاقوا الموضوع لا كبير في تشغيل المخ بالذات، يعني ها. اوكي يا شباب، اتمنى لكم التوفيق. المره الجايه هنحل اسئله ان شاء الله على الريسبيريشن، ويبقى فاضل لنا الموديل اكزام على الترم كله. استودي هارد يا شباب، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.